يعتمد طولك على العديد من العوامل، البيئة والهرمونات والجينات والتغذية، ولكن تغيير طولك بعد بلوغك 25 أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً. في الواقع يبقى طول الإنسان في ازدياد حتى عمر 20 إلى 25 عاماً، وبعدها تصبح فرصة زيادة بضعة سنتيمترات إلى طولك ضئيلة، ولكن يمكن لبعض التمارين مساعدتك على أن تصبح أطول، ومنها ما هو فعال حقاً ويمكنه تحقيق نتائج ملحوظة في أقل من أسبوع. لكن ضع في اعتبارك أثناء ممارسة هذه التمارين أن النتيجة تعتمد على عمرك، وإذا كان عمرك أكبر من 25 عاماً فلن تحدث التغييرات بسرعة. التعلق: هذا التمرين سهل جداً لأنك لست بحاجة إلى معدات خاصة للقيام به. بالطبع يمكنك استخدام قضبان الرفع إن كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكن لا بأس باستخدام غصن شجرة أو عمود أفقي في أي ملعب عند عدم وجود وقت، لكن تأكد أولاً مما إذا كان ما تستخدمه آمناً بما يكفي. كل ما عليك فعله هو الإمساك بالقضبان جيداً ومحاولة تعليق قدميك فوق الأرض. ضع راحتي يديك أمامك وهما متباعدتين، ثم أرخي جسدك، يجب أن تشعر بارتخائه. ابق بهذه الوضعية ل15 ثانية، ثم زد الفترة تدريجياً. لهذا التمرين فوائد عديدة، فهو في البداية من التمارين المقاومة للجاذبية، مما يعني أنه يمرن الجذع، وإلا فلن تكون قادراً على إبقاء جسمك في الوضعية المطلوبة. يستهدف التعلق أيضاً مجموعات عضلية مختلفة مما يمرنها، وأفضل ما في الأمر هو تمدد جميع عضلات الجسم وأنت معلق. عندما تتمدد عضلاتك بشكل جيد يصلها المزيد من الدم نتيجة التحسن الذي يطرأ على الدورة الدموية، إذ يبدأ الأكسجين بالتحرك في الجسم بشكل أفضل، ويؤدي هذا كله إلى تمدد طبيعي تدريجي للجسم. 2. وضعية الكلب المتجه لأسفل. للقيام بهذا التمرين انخفض على ركبتيك ويديك، يجب أن يكون معصماك أسفل كتفيك مباشرة مع توجيه أصابعك الوسطى نحو الجزء العلوي من السجادة، ويجب أن تكون ركبتاك تحت مستوى الوركين. اضغط على راحتي يدك ومفاصل أصابعك وارفع ركبتيك عن الأرض، يجب رفع مؤخرة ظهرك نحو السقف. ادفع كعبيك نحو الأرض برفق وحذر، سيساعد ذلك في تمدد أوتار الركبة. اجذب عظمتي الكتفين نحو مؤخرة ظهرك، حاول أن ترخي صدرك وابق بهذه الوضعية من 5 إلى 10 ثوان، ثم خذ زفيراً واثني ركبتيك برفق وعد للجثو على يديك وركبتيك. سيكون لهذا التمرين أثر أفضل إن كررته 5 مرات في اليوم. لهذه الوضعية فوائد عديدة، إذ تساعدك على إطالة جسمك بقدر بسيط. يحسن هذا التمرين من مرونتك أيضاً، مما يجعل ذراعيك ورجليك وظهرك أقل تيبساً. 3. وضعية الكوبرا. لممارسة التمرين التالي تحتاج إلى حصيرة رياضية. استلق على الأرض، يجب أن تضع راحتي يدك على الأرض قريباً من منتصف ضلوع صدرك، وأن تضم ساقيك معاً مع وضع قدميك على الأرض بشكل مسطح، ثم استخدم عضلات ظهرك وليس ذراعيك لرفع صدرك عن الأرض. ابق بهذه الوضعية من 5 إلى 10 ثوان. يساعد هذا التمرين على شد عضلات صدرك وكتفيك، كما أنه يمرن عضلات بطنك ويخلصك من التيبس الذي قد تشعر به في أسفل ظهرك. تزيد وضعية الكوبرا من مرونتك وتقوي كتفيك وذراعيك إلى جانب شد المؤخرة. 4. تمرين وضعية القطة والبقرة. انزل على يديك وركبتيك مرة أخرى، واضغط ببطء على عمودك الفقري وقوس ظهرك. هذه وضعية القطة، ابقى عليها ل5 ثوان، ثم انتقل ببطء إلى وضعية البقرة. للقيام بذلك اثني عمودك الفقري للداخل وارفع رأسك واضغط على عظمتي كتفيك للخلف. كرر ما فعلته 10 مرات ببطء وحذر. يعمل هذا التمرين على شد الجذع والظهر والرقبة، كما أنه يحسن من استقامة العمود الفقري. يساعد تمرين وضعية القطة والبقرة على تقوية عضلات البطن، ويخفف ألام الظهر، ويمنحك الاسترخاء. 5. تمدد عضلة السمانة. قف في مواجهة الحائط مع الابتعاد عنه بطول ذراعيك تقريباً. قم بخطوة للأمام بقدمك اليمنى، يجب أن تكون القدم اليسرى ممدودة خلفك مع وضع الكعب على الأرض بشكل مسطح. ابدأ بثني ركبتك اليمنى واضغط في الوقت ذاته على كعب قدمك اليسرى.
ابقى بهذه الوضعية 5 ثوان ثم بدل الجانبين. وبمجرد أن تعتاد أكثر على ممارسة هذا التمرين، قم بزيادة الوقت الذي تقضيه في هذه الوضعية حتى 20 ثانية أو أكثر. سيساعدك هذا التمرين على إطالة عضلات الساق. لا تنسى أن تأخذ نفساً طوال فترة التمرين لتتمكن من تحقيق الاسترخاء وتجنب الشد. 6. تمدد الرقبة. اجلس على كرسي يوفر دعماً جيداً لظهرك. حرك ذقنك للأسفل ببطء حتى يلامس صدرك، وإن كان من الصعب عليك فعل ذلك فاثني رقبتك قدر الإمكان. المهم في هذه النقطة أنه يجب ألا تشعر بأي ألم. ابق في هذه الوضعية 20 ثانية، ثم ارفع رأسك بحذر وكرر ما فعلته 5 مرات، ثم أمل رأسك للخلف كما تفعل عندما تريد رؤية النجوم. ابق هكذا 20 ثانية أخرى، ثم أعد رقبتك للوضعية المستقيمة. كرر هذا التمرين 5 مرات. تسمى هذه الحركات الثني، وهو شد رقبتك للأمام، والإطالة شد الرقبة للخلف، وهي تساعد في تطويل عضلات رقبتك. وكلما ازداد طول رقبتك أصبحت أنت أطول. 7. تمدد عضلات الفخذين. سيؤدي هذا التمرين إلى شد عضلات الفخذين بشكل فعال. في البداية انزل على ركبتك اليسرى مع وضع قدمك اليمنى أمامك على الأرض، ثم ضع يديك على الركبة اليمنى واضغط على وركيك للأمام. يجب أن تشعر بتمدد جيد في عضلات الفخذ. ابق بهذه الوضعية 30 ثانية، ثم بدل الساقين. لجعل التمدد أصعب، ارفع ذراعيك فوق رأسك وقوس جسمك للخلف. 8. رفع أصابع القدمين. يعرف هذا التمرين أيضا باسم الجمباز الاهتزازي. يعتقد بعض الخبراء أن ممارسة هذا التمرين بانتظام تمكنك من تمديد حياتك لعقود. قف بشكل مستقيم مع رفع كعبيك في الهواء لحوالي 5 سنتيمترات. اثبت على هذه الوضعية لثانية واحدة، ثم انزل مرة أخرى للارتكاز على كعبيك. كرر هذه الاهتزازات ل30 ثانية من 8 إلى 10 مرات في اليوم. عند رفع كعبيك عن الأرض تمتلئ الأوعية الدموية الكبيرة بالدم. يحدث ذلك بسبب تقلصات العضلات، وعندما ينخفض الكعب إلى أسفل يستدير الدم ويبدأ على الفور في التحرك نحو قلبك. بهذه الطريقة يقل الإجهاد الواقع عليه، وفي الوقت نفسه يصل دمك إلى جميع العضلات، مما يتيح لها التمدد بشكل أفضل. 9. القفز. هذه طريقة أخرى لزيادة طولك. القفز نشاط يضخ الدم إلى القلب بوتيرة سريعة. عند القفز تتمدد جميع العضلات والأربطة في جسمك وتتقلص، وبالتالي تصبح أكثر مرونة. يمكن للقفز أن يجعلك أكثر نحافة أيضا، وعندما تصبح أنحف تبدو كأنك أطول. 10. السباحة. إنها من أكثر التمارين الفعالة التي يمكن أن تساعدك على زيادة طولك. تعمل السباحة على تمديد جسمك بالكامل وعمودك الفقري على وجه التحديد. عندما يسبح الشخص يتوقف تأثير الجاذبية عليه، لذا عند تحريك العضلات يتمدد الجسم جيدا. في ذات الوقت لهذا النشاط تأثير إيجابي على الظهر بالكامل. تعتبر السباحة على الصدر أكثر طرق السباحة فاعلية، فهي تعمل على تمديد ساقيك وذراعيك لأقصى حد. هذا يعني أن جسمك سيسحب في اتجاهين متعاكسين. حاول أن تسبح ل4 أيام أسبوعيا على الأقل، لساعة واحدة أو نحو ذلك، وسترى نتائج ملحوظة.